السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الجزء الثاني من محاضرتنا اليوم في مادة الاقتصاد الهندسي. وصلنا في الجزء الأول إلى هذا المثال، وتعلمنا كيف حسبنا الـ present worth equivalent present worth للـ alternative A اللي استخدمناه على 3 life cycles حتى نحصل LCM. لو انتقلنا إلى Alternative B لوجدنا إنه الـ present worth كانت موجودة مرتين at time 0 و at time 9. عندي salvage value at time 9 اللي هي بنهاية الـ life cycle الأولى، و at time 18 بنهاية الـ life cycle الثانية. لو وجدنا أيضا إنها القيمة الموجودة at time 0 هي by default إيش؟ present worth، فهي ما بنستخدم معها أي فاكتور، بنخليها كما هي وبنجمعها للبقية. نجمع لها الـ 18 الموجودين عند السنة التاسعة باستخدام الفاكتور B given F على 9 سنوات، بنضيف عليهم نضيف عليهم ال 2000 اللي موجودين عند السنة رقم 9 باستخدام الفاكتور B given F 15% 9 سنوات. طبعا البعض ممكن يعني يحكي ليش احنا طيب عندي انا قيمتين موجودين عند السنة 9 ليش ما استخدمهم مرة واحدة؟ بتقدر تستخدمهم مرة واحدة، بس احنا المثال هذا كأول مثال احنا بناخذه بهاي الصيغة، حبينا بس نفصل فيه عشان تعرف كل رقم بالمعادلة اللي كتبناها لحساب بي دبليو من وين اجت. لكن فعليا نقدر نجمع الرقمين الموجودين هون بفاكتور واحد، لاحظوا لانهم الاثنين مضروبين بنفس الفاكتور. الاولى مضروبة ب B given F with 15% over 9 years، وعندي الثانية ايضا B given F 15% over 9 years. فبنقدر نحكي ناقص 18 زائد 2 يعني ناقص 16 النت كاش فلو بهاي السنة. طبعا خلي الـ A زي ما هي عشان اسهل نعتبر نحسب الـ A مع بعضها، يعني ال 3100 الموجودين من A خليهم زي ما هم، بس بالنسبه للـ cost initial cost والسلفيج فاليو اللي موجودين عند نفس السنه نقدر نختصرهم بفاكتور واحد. نكتب بدالهم الاثنين ناقص 16000 وبضربها بالفاكتور نفسه. ايضا عندي ال 2000 الموجودين عند السنه رقم 18 بنستخدمهم مع الفاكتور B given F على 18 سنه، وعندي ال A لاحظوا A ممتده من السنه الاولى للسنه رقم 18، راح نستخدمها ونستخدم معها فاكتور B given A، هنستخدم معها فاكتور B given A على 18 سنة. وبهيك نقدر نحصل الجواب النهائي الخاص بالفندر B. لو قارنا الآن بين الـ present worth A والـ present worth B لوجدنا أنهم الثنتين نيجاتيف، وهذا معناه هو cost مين اللي بيكون cost أو cost and revenue based alternatives، والرقم اللي بالسالب الأقل أو الأصغر أو الأقل تكلفة هو الذي يتم اختياره على أنه الخيار الأفضل. لذلك since the equipment has different lives
compare them over the LCM of 18 years. Vendor B is selected. طبعا ليش vendor B is selected؟ ذكرنا لأن البي دبليو الخاصة فيه هي أصغر، كون الأرقام سالبة هي أصغر من البي دبليو الخاصة بـ A، فبنختار vendor B. طيب الخيار الثاني كان بيطلب مني في هذا المثال أيضا مطلوب ثاني B. If a study period of 5 years is used and the salvage values are not expected to change, which vendor should be selected? خلينا نركز شوي بهذا الفرق. بيحكي إذا بدنا نستخدم study period على 5 سنوات، بدنا نحسب الـ BW للـ two alternatives A and B على 5 سنوات فقط. شو أعطاني ملاحظة صغيرة؟ قال لي السلفيج values are not expected to change. هلا من المتعارف عليه السلفيج فاليو هي آخر period لللايف اللي بين إيدينا. إذا بالوضع الطبيعي كانوا على 6 سنوات وعلى 9 سنوات بتكون السلفيج فاليو لـ A عند السنة السادسة والسلفيج فاليو لـ B عند السنة التاسعة. بالمقابل إذا حكيت بدي أستخدم study period 5 years حكيت salvage value amount ما راح تتغير، راح تصير salvage value لأي عند السنة الخامسة as it is كما هي نفس الرقم بدون تغيير. يعني لما حكى لي are not expected to change القيمة للsalvage value ما راح تتغير، بس هي أكيد إذا بدي أستخدم study period على 5 سنوات salvage value لأي ولا B راح يصيروا عند السنة الخامسة أكيد. إذا بدي أستخدم الستدي بيريود على 6 سنوات السلفيج فاليو لأي وبي راح يصيروا عند السنة السادسة. فالسلفيج فاليو هي قيمة متحركة معي بنهاية المشروع بتصير، يعني بغض النظر متى أنهيته. هل الوضع الطبيعي اللايف لأي 6 واللايف لبي كانت 9، لكن أنا بدي أعمل ستدي بيريود على 5 سنوات فقط، وحكى لنا السلفيج فاليو أماونت ما راح تتغير كقيمة ما راح تتغير. إيش يعني هذا الحكي؟ معناها عند السنة الخامسة لأ عندي salvage value ومقدارها ثابت، وعند السنة الخامسة لبي عندي salvage value ومقدارها ثابت كما أعطاه في السؤال. طيب خلينا ننزل شوي لتحت نشوف معنى هذا الكلام. طيب أنا بدي أستخدم على 5 سنوات، لاحظوا وين 5 سنوات؟ هايهم. أضف إلى ذلك السلفيج فاليو راح تضل زي ما هي قيمة، لكن راح تنتقل وين؟ عند السنة الخامسة هون راح تصير هون، يعني راح يصير عندي هون سهم للأعلى بيمثل لي السلفيج فاليو. هذا بالنسبة لألترناتيف A. بالنسبة لألترناتيف B كذلك الأمر، احنا بدنا ندرس هذا الألترناتيف على 5 سنوات، هاي السنة الخامسة، بس بدنا ننتبه انه السلفيج فاليو اصبحت الان وين مكانها؟ عند اخر بيريود ضمن هاي الفترة واللي هي هون عند السنة الخامسة. اذا الـ2000 هاي راح تنتقل معي لوين؟ لهون. وبنكتفي بالديتا الموجودة ضمن هذا السكوير او الريكتانجل. يعني ايش الداتا الجديده اللي بتصير معي اللي بدي استخدمها للحساب؟ عندي البي، عندي ايضا الاي الممتده من السنه الاولى للسنه الخامسه، طبعا هذا مقدارها، عندي ايضا السلفيج فاليو الموجوده عند السنه الخامسه. هاي القيم اللي معي اللي بدي احسب الايكويفالنت لها التايم زيرو از بريزنت وورث اي. برضو بالنسبة لالترناتيف بي عندي A الممتدة من السنة الأولى للسنة الخامسة واللي قيمتها 3100 بالنيجاتيف، عندي أيضا البي الموجودة هون، وعندي أيضا عفوا السلفيج فاليو اللي راح تصير عند السنة الخامسة مقدارها كم؟ $2000 بوزيتيف، وعندي التايم زيرو $18,000 بالنيجاتيف as present worth as initial cost.
هاي الأشياء اللي بدي أستخدمها الآن لحساب الفرق بينهم على study period مقدارها 5 سنوات. إذن زي ما ذكرنا قبل قليل عندي 15,000 الموجودة at time 0 as it is، عندي 3500 بالنيجاتيف، A ممتدة من سنة واحد لسنة رقم 5 راح نستخدمها مع الفاكتور B given A 15% over 5 years، بالإضافة إلى السلفيج فاليو اللي هي positive فاليو اللي انتقلت معي لوين؟ لعند السنة رقم 5. وبهيك بصير عندي الـ BWA هو عبارة عن negative 26,236 دولار. كذلك الأمر بنطبق بنفس الطريقة وبنحسب الإكوفيلنت على 5 سنوات للألترناتيف B. لنجد أن BW for alternative B هي عبارة عن negative 27,397 دولار. لاحظوا لما بدنا نقارن الآن بين القيمتين هذول راح نلاحظ المرة هاي على الـ study period 5 سنوات أعطاني إنه vendor A هو الأفضل. ليش؟ لأنه أقل كوست، وتم استثناء أو استبعاد فيندور بي لو بدنا نستخدم المشروعين هذول على 5 سنوات فقط. وهذا أكبر دليل بيبين لي وبيوضح لي كم تفرق، يعني كم بتختلف القرارات فيما لو استخدمنا على عدد سنوات مختلفة. بس في الأصل نستخدم LCM هو القرار الصائب أكثر، لكن هون حالة استثنائية ذكر لي أنا بدي أشتغل فقط لخمس سنوات المشروع هذا، أو مثلا هاي الماشين بدي أشتريها لخمس سنوات فقط، بعد هيك مثلا بدي أغلق المشروع أو بدي أوقف المشروع، فمش بحاجة بعد الخمس سنوات أي شيء. فهون أنا بعمل دراستي على الخمس سنوات فقط وبشوف مين بيخدمني أكثر خلال الخمس سنوات فقط. لاحظوا هذا العنوان Future Worth Analysis. بأول 3 sections وضحنا كيف نقدر نستخدم الـ Present Worth Analysis للمقارنة بين Different Alternatives. طيب هل بقدر أستخدم Another Estimate مثلا Future Worth؟ يعني هل بقدر أحسب الـ Future Worth Amount للـ Alternatives وأقارن بينهم Based على الـ Future Worth value؟ الجواب نعم، وبنفس الطريقة اللي اشتغلنا فيها على الـ present worth. Analysis of FW is applicable to large capital investment، وعادة بستخدم الـ future worth مع large capital investment مع رؤوس الأموال المستخدمة بالاستثمارات الكبيرة. FW analysis uses a study period if the equipment or building might be sold or traded before the expected life is reached. وبنستخدم معاها الستدي بيريود، بنحدد فترة محددة لكل الالتيرناتيفز إذا كانت الإكويبمنت المعدات أو البناية بدنا نبيعها قبل نهاية الفترة المحددة للإكسبكتد لايف الخاصة بهذا المشروع. فبنعتمد بهيك حالة مين؟ الستدي بيريود. FW also can be used for projects that will come online at the end of multi-year investment period. برضو للمشاريع القادمة، برضو هي غالبا تستخدم لللارج كابيتال انفستمنت وللمشاريع الطويلة مالتي يير انفستمنت. FW analysis is the same as
PW, where MAWR is met or exceeded for all FW larger than or equal zero alternatives. خلينا نشوف example 5.5. A British food distribution conglomerate purchased a Canadian food store chain. شركات طعام بريطانية اشترت Canadian food store. برأس مال 75 مليون باوند. رأس المال كان 75 مليون باوند جنيه استرليني. 3 years ago قبل 3 سنوات. There was a net loss of 10 million at the end of year 1 of ownership. كانت خسارتهم خلال السنة الأولى من امتلاكهم لهاي السلسلة سلسلة الغذاء الكندية تقدر بعشرة مليون جنيه استرليني. Net cash flow is increasing with an arithmetic gradient of positive 5 million per year starting the second year. وصارت النت كاش فلو بشكل عام تزيد بمقدار 5 مليون جنيه استرليني كل سنة ابتداء من السنة الثانية. هاي بتمثل لي مين؟ تمثل arithmetic gradient اللي هي الجي كابيتال. And this pattern is expected to continue for the foreseeable future. يعني راح يضل مستمر بنفس الترند هذا، يضل يزيد بمقدار 5 مليون كل سنة. This means that break even net cash flow was achieved this year. Break even يعني تتكافأ الأرباح والخسائر هاي السنة. يعني بيصير النت كاش فلو هاي السنة، طبعا احنا بنحكي قبل ثلاث سنوات، وهاي السنة معناها ايش؟ خلال اول ثلاث سنوات راح نحصل البريك ايفن بوينت، يعني بصير الكاش فلو او النت كاش فلو ايكوالز زيرو. Because of the heavy debt financing used to purchase the Canadian chain. Debt financing يعني نسبة ارباح ترتبت عليهم على القروض اللي اخذوها لشراء هاي سلسلة الغذاء. بسببها the International Board of Directors expects an MAWR of 25% per year from any sale. بيتوقعوا MAWR لازم تكون على الأقل 25% في أي حالة أنا احتجت فيها أبيع هاي السلسلة. إيه The British conglomerate has just been offered 159.5 million pounds by a French company wishing to get a foothold in Canada. اجت شركة فرنسية وقدمت عرض بدفع 159 مليون ونص جنيه استرليني للشركة البريطانية علشان تحط لنفسها موطئ قدم في كندا. يعني قدمت هذا العرض لشراء سلسلة الغذاء الكندية. Use FW analysis to determine if the MAWR will be realized at this selling price. متى has just been offered. يعني الآن، يعني خلال الثلاث سنوات، يعني بنهاية السنة الثالثة قدمت الشركة الفرنسية هذا العرض بدفع هذا المبلغ لامتلاك هاي السلسلة. السؤال هل بنحقق إحنا الـ MAWR خلال هاي الفترة؟ ال 25%. اذا خلينا نشوف المعطيات. معطيات 75000 initial cost، الخسائر خلال السنه الاولى 10000، صار في عندي زياده بمقدار 5 مليون كل سنه، فكانت نيجاتيف 10 زائد 5 صارت نيجاتيف 5 زائد 5، عند السنه الثالثه بصيروا كم؟ 0.
طيب عند السنة الثالثة نفسها قدمت الشركة الفرنسية هذا العرض. هل السؤال، هل الدفعات الموجودة هون لو بدي أحسب الإكويفالنت إلها عند السنة الثالثة تكافئ هذا الرقم باعتماد I 25%؟ هذا السؤال. طيب بهيك حالة شو المطلوب نعمل؟ بحسب ال 75,000 لو بدي استخدم معاها F given B على 3 سنوات، بدي احسبها عند السنة الثالثة equivalent إلها، والإكويفالنت لل 10,000 عند السنة الثانية بدي احسبها عند السنة الثالثة، عفوا من السنة الأولى للسنة الثالثة على سنتين، وال 5 مليون الموجودة عند السنة الثانية لو بدي احسب الإكويفالنت منها عند السنة الثالثة، بالإضافة للمبلغ اللي تم طرحه كأوفر كعرض من الشركة الفرنسية اللي موجودة عند السنة الثالثة. هاي المبالغ كانت الإكويفالنت إلها نيجاتيف الإكويفالنت فاليو لكل هاي المبالغ كانت نيجاتيف 8,086. ماذا يعني؟ يعني الأوفر اللي تم تقديمه إلهم 159.5 مليون لا يغطي جميع الخسائر اللي خسرتها الشركة البريطانية، لسه في ستيل عجز مقداره 8,086%. لذلك كان جوابنا على سؤالهم No, the MAR of 25% will not be realized if this offer is accepted. ما بنحقق الأرباح أو الخسائر اللي تكبدتها الشركة البريطانية. طيب خيار بي، if the British conglomerate continues to own the chain، إذا الشركة البريطانية أو التكتل البريطاني استمر في امتلاك هاي السلسلة، what selling price be obtained at the end of 5 years of ownership to just make the MAR؟ إيش المبلغ اللي لازم يبيعوا فيه عند السنة الخامسة؟ إيش المبلغ اللي لازم يبيعوا فيه هاي السلسلة عند السنة رقم 5 لتحقيق الـ MAR؟ معناها الكاش فلو دياجرام كيف بصير شكله الآن؟ عند السنة 0 بتضل زي ما هي، عند السنة 1، عند السنة 2، حكينا عند السنة 3 بريك إيفن الكاش فلو بكون زيرو، عند السنة الرابعة 5 مليون باوند، وعند السنة الخامسة 10 مليون باوند. لاحظوا ليش؟ لأنه في عندي زيادة أنا 5 مليون مع كل سنة إضافية. إذن FW عند السنة الخامسة هي بتمثل الناقص 75,000 عند السنة صفر، لما بدنا نحسب الإكويفالنت إلها كفيوشر عند السنة الخامسة بنستخدم هذا الفاكتور 10,000 مع هذا الفاكتور. الآن عندي الخمسة على إنها جي، بحسبها A given G على 5 سنوات صارت A. الآن برجع أحسب F من A بالفاكتور هذا، بيطلع معي الرقم الكلي هو 246,810,000 pounds. The offer must be for at least هذا الرقم to make the MAR. إذا لو بدهم يبيعوها بنهاية السنة الخامسة راح يبيعوها بهذا الرقم. يعطيكم العافية جميعا، تأخرت عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.